هو العرس العراقي الجامع يلتف حوله الشعب بكل أطيافه ومشاربه، يشد بعضه بعضا ليكتب بدمائهم صفحة من أيام العراق الخالدة. هنا الشعب واحد كما كان دائما قبل أن تحاول تفرقته عصابات الخضراء تنفيذا لمخطط أسيادها. تختلط ألوان الطيف العراقي في ساحة التحرير قبلة الثورة والحرية، وكأن النحات جواد سليم كان يستشرف يوماً كهذا عندما ضمن نصب الحرية كل فئات الشعب. نادى العراق فلبت الجماهير، حتى أولئك المكلومون الخارجون من تحت الأنقاض كان حضورهم بارزاً ومتوجاً لمطلب الشعب من الشمال إلى الجنوب. جينا شباب من الموصل على مود مساندة المتظاهرين في ساحة التحرير، واحنا جينا شباب يعني مجاميع قليله لان بالموصل ما يخلونا نطلع مظاهرات، فجينا مسانده اخواتنا المظاهرين في ساحه التحرير. مواطنون من الانبار ونينوى جاءوا لمؤازره اخوانهم في بغداد بعد ان ضيقت الحكومه واجهزتها عليهم ومنعتهم من التظاهر. جدت للغايه. وقفوا يا اخوتي ويالي ويا المنطقه، نحن كلنا بلد واحد، وريد العراق. قال ابن الموصل ترى مدينتي لحد الان مدمره. هذه الروح الوطنيه العاليه مزقت كل الشعارات الطائفيه والعرقيه التي اقتاتت عليها الاحزاب، وسلبت تحت عنوانها روح الوطن ومال الشعب الغارق في الازمات. وها قد جاء وقت الحساب. انا مواطن 15 سنه بالرمادي، ساق تريلا بكتيبه هندسه، وكل شيء ما اعطوني، وهسه جاي على مود اخضم ربعي، اخضم جماعتي، لان وكل هاي واجي اهدم جماعتي واهلي وناسي. بانتفاضة تشرين وصوتها الهادر كسر العراقيون حاجز الخوف وسطروا ما تغنى به الشعراء يوما عن عزم الشعوب وقوتها، بالرغم من الدماء الغزيرة التي سفكت والتي حاول القاتل بها أن يطفئ موقد الانتفاضة، فإذا هي تضيء قلوب العراقيين. يتكلم الدمع إن عجز اللسان. وبيع نفسه وطبخ للمظاهرين، هذول أخوتي، هذول الطوشان.